حضراتكم في نشرة إخبارية فنية جديدة من تلفزيون اليوم السابع، هنعرف من خلالها أهم الأخبار والأحداث والترندات الفنية. وخليني أبدأ مع حضراتكم بأهم العناوين. في عيد ميلاد الكينج محمد منير أول أجر حصلت عليه كان 20 جنيه. دينا حاج بعد إصابتها بسرطان الثدي الأهم في الحياة نرجع نقف ونكمل. مارجريت روبي ليدي جاجا هتقدم هارلي كوين في جوكر 2 بشكل جديد ومختلف تماما. كيليان مورفي بقى قال انه قربوا ينتهوا من كتابه سيناريو الفيلم المشتق من مسلسله بيكي بلايندرز. ونبدا مع حضراتكم باول خبر عن النجم محمد منير اللي بيحتفل النهارده بعيد ميلاده ال 12 اكتوبر. منير علامه من علامات الغنى المصري والعربي الكبيره اللي محدش فينا يقدر ينفيها. مين فينا ما كبرش على اغاني منير في كل وقت، حزن فرح انكسار وامل. وفي بقى فيديو للكينج محمد منير في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة الكبيرة إسعاد يونس اللي اتكلم فيه وقال عن أول أجر قبضه في حياته. قال منير بقى في البرنامج أول أجر خدته كان 20 جنيه من نبيل مهدي بعد ما غنيت في واحد من الأماكن مع إنها كانت أغنية وحشة جدا. كمان اتكلم منير مع صاحبة السعادة عن علاقته بالمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، وقال يوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهم الغنى بتاعي ومقدرتش أعترض عليهم ولا أتخانق معاهم، وقلت اضرب شاهين ولا اعمل ايه، رحت عيطت وده كان خبص ولقم مني، ولما شافوا الدموع نازله من عيني قرروا يسيبوا لي الاستوديو خالص، وبعديها خلصت الاغنيه في 5 دقايق، ومن ساعتها ومعروف عني في وسط الاستوديوهات ومهندسين الصوت اني اسرع واشطر مغني لاني بروح مذاكر الاغاني. واحنا من مكاننا نقول للكين كل سنه وانت طيب ودايما ممتعنا باغانيك. تاني خبر بقى معانا النهارده هو حرس عدد كبير من نجمات لبنان بالدعاء الشفاء للفنانه دينا حاج بعد الكشف عن اصابتها بمرض سرطان الثدي، متمنين ليها الشفاء العاجل. وده بعد ما كتبت دينا حاج من خلال حسابها على تويتر وقالت الحمد لله على كل شيء في الحياه، بنعدي بتجارب كتير وصعوبات بس الاهم انه نرجع نقف ونكمل من تاني. ومن النجمات اللي دعت لدينا حاج بالسلامه النجمه نادين نسيب نجم وكارول سماحه ونجوى كرم، وردت عليهم دينا حاج وشكرتهم على دعمهم ليها. نروح بقى لأخبار السينما العالمية. عبرت إن الممثلة العالمية مارجريت روبي عن رأيها في شائعة اختيار المغنية والممثلة العالمية ليدي جاجا عشان تقدم شخصية هارلي كوين في الجزء الثاني من فيلم جوكر اللي هيبدأ إنتاجه في ديسمبر الجاي. وقالت روبي لقناة ام تي في نيوز إنه شرف كبير إن يكون بنيت أساس قوي ما فيه كفاية بحيث تكون شخصية هارلي كوين واحدة من الشخصيات اللي بيتم تجسيدها من قبل ممثلة زميلة. ولحد دلوقتي محدش من شركة دي سي أكد أو نفى وجود ليدي جاجا في الفيلم الجديد اللي هيقوم ببطولة الممثل العالمي خواكين فينيكس بطل الجزء الأول من العمل. طبعا مسلسل بيكي بلايندرز واحد من أهم المسلسلات اللي ليه جمهور كبير جدا في العالم كله. وبعد عرض الموسم السادس والأخير من المسلسل في إبريل اللي فات بدأت الشركة المنتجة للمسلسل في العمل على كذا حاجة مشتقة منه، واخرها فيلم جديد اللي اكد الممثل العالمي كيليان مورفي بطل سلسله بيكي بلايندرز انهم تقريبا قربوا يخلصوا الشغل على السيناريو، ومن المتوقع انه تبدا احداث الفيلم الجديد من حيث انتهى الموسم السادس من العمل، ومن المحدد انه هيطرح الفيلم في السينمات خلال عام 2024. دي كانت اهم اخبارنا النهارده، تابعوا موقع اليوم السابع وكل منصاتنا على السوشيال ميديا عشان تعرفوا اخبار اكتر. سلام.